سحب 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 ما تهبط ما تطلع ربي يحبك رماني في طريقك واحد الكلمة دايما تسمع فيها وتشعل فيك النار انتاجك عملوا وانتاجك وصلوا لهذيك النقطة وانتاجك تزوجوا وانتاجك جابوا الباك وانتاجك داروا دراهم اللي يقول لك هذه الكلمة قول له انت انتاجك مازالوا يهضروا ديرها في بالك مليح ماكش في سباق ورزقك ما هو متقدم على حتى واحد وما هو متوخر على أي واحد رسولنا صلى الله عليه وسلم اختار ربي سبحانه في سن 40 عام باش يعطي له اكبر مهمه في تاريخ الانسانيه ما كانش منها كلمه اسمها فاتني القطار وكونك متاكد انه ربي اذا بعد عليك حاجه فهو ما شافش فيها الخير لك كان قادر ربي يعطي لك كل حاجه انت تحبها وانت مازلت صغير بصح تضمن بعدها اذا صارت لك مصيبه وراح لك كلش وتخفى كونك متاكد انه اذا لحقت لسن معين وما عطاكش ربي فهو فكك من الف مصيبه وكونك متأكد انه ربي اذا بعد عليك حاجة فهو ما شافش فيها الخير لك ونهار اللي ما تزوجتش بكري فربي بعد عليك مكتوب فاشل دايما ريح بالك وخلي عندك حسن ظن في الله لانه دائما القادم افضل ديرها مليح في بالك فاذا شفت هذاك دار وهذاك عمل وهذاك تزوج وهذاك نجح ما تتقلقش لانه على قد ما كنت حاب هذيك الحاجة فربي راهو بعدك عليها وراه يوجد لك في حاجة ما خير منها باذن الله راح تخدم في وقتك ويجيك رزقك في وقتك وتتزوج في وقتك وتنجح في وقتك ما كان حتى واحد يجي مكتوب واحد فما تشوفش في مكاتب اخرى وربي يوفقك.